حبيبتي كذبتي كذبات مقنعة كتير اليوم. يبدو مانك غبية مثل مانك مبينة. هديك الساحرة كانت لحقتني عالدعسة. احكيلي كيف خلصتي منها؟ ها؟ ما توقعت تعرفي تتصرفي. أول شي اشربي مي. انتي مثلتي كتير منيح اليوم، أكيد بتكوني تعبانة. اشربي. هي ما قبلت تروح من هنيك أبداً قبل ما تاخد 5000، وأنا ما قدرت أفهم شي. أنتي ليش عم تحكي لي كل شي؟ بس قليلي كيف قدرتي تخلصي منها؟ آسفة، ما كنت حاملة مصاري أبداً، بس كنت لابسة إسوارتي، لهيك أنا شلحتها وعطيتها الإسوار. بدل ما تعطيها 5000 أعطيتيها إسوار حقها 50000. لك أنت عندك عقل براسك ولا لا؟ لك بتضلي غبية؟ بيصلك كل شي وانتي قاعدة لهيك ما بتقدري قيمة المصاري. أنا بهلك بالشغل كرمال جيب هالمصاري هي، وحضرت جنابك بتكبي 50000 هيك. شي مرة عرفتي تعملي شغلة منيحة؟ لا ما؟ حتى انك ما استغليتي صداقتك مع مولي لتخلي الدكتور كونالي يوقع معي، ما عملتي شي. بس حضرت الملكة خسرتني 50000 روبية. الحق علي أنا. أنا اللي ورطت حالي فيكي. بترجاك سامحني، أنا كنت خايفة على صورتك قدام الناس، لهيك أنا خلصي بقى. أنت عطيتي هديك المرة رخيصة أسوارة بتسوى 50000 روبية، وفوق جاي تعطيني محاضرة. أنا لازم ربيكي هلأ، أنت ما بتفهمي غير هيك. بترجاك سامحني، صدقني أنا ما عاد عيدة. اليوم رح علمك كيف بتكسبي مصاري وكيف بتشتغلي. أنا آسفة. قومي. اسمعني شوي، ما رح أعمل هيك مرة تانية صدقني. رح جيب لو سمحت. اليوم رح خليكي تعرفي كيف منجيب المصاري. لو سمحت اسمعني بس مرة. شو صاير حبيبتي؟ في شي؟ بشو عم تفكري؟ ما في شي، بس مشغول بالي على نانديني. شو صار؟ حكيتي انت وياها؟ شو قالت لك؟ حكت لك عن راجدي؟ لا، بس انا متاكده انه في كتير اشياء مخبايه ورا سكوتها. يمكن في سوء تفاهم حبي، يعني يمكن عن جد راجدي بيكون شخص منيح معها. لا كونال، انا بعرفها كتير منيح لنانديني. في شي غلط ما عم اقدر افهمه. شو صار؟ أنا وقفت السيارة فجأة كرمال شتت انتباهي، لأنك عم تفكري فيها بشكل مبالغ فيه. مولي راجديب ونانديني تربطهم علاقة كتير حلوة وقوية، وواضح أنهم بيحبوا بعض كتير. عم تحاولي تلاقي عيوب بعلاقتهم بدون سبب. كونال أنت دكتور وبتعرف أنه أحياناً اللي منشوفه ما بيكون الحقيقة اللي عم تصير. كتير أحيان ناس ببين عليهم سليمين بيطلع معهم كتير أمراض. إيه بس أعراض مرضهم بتكون ظاهرة بشكل واضح أكثر. لا كنال، كتير أحيان ما منقدر نتعرف على الأعراض لحتى يصير المرض بالمرحلة الأخيرة، بالذات لما بيكون الشخص ما له مستعد يتقبل مرضه. وأكيد إنه هذا اللي عم يصير مع نانديني. قبل ما تقول إنه راجديب هو الغلطان رح تلوم حالة على هالغلط 100 مرة. طيب ماشي، نحن عم نتواصل معهم كتير، وأنا رح انتبه وحاول حلل الوضع بيناتهم بشكل أدق من هيك. إذا صار أي شيء غريب أكيد رح نكتشفه، صح؟ طيب وهلأ فينا نروح نحتفل حبيبتي؟ نحتفل؟ إيه، وصلتني رسالة من الدكتور ناياك، وهو موافق على كل طلباتي وطلب مني أرجع أشتغل. واو كونال، هذا أحلى خبر بسمعه اليوم. ألف مبروك حبيبي. شكراً. فرحتني كتير، عن جد لازم نحتفل. إيه حبيبتي، لهيك أنا هلأ بدي أخذك على المول، بدي إياكي تشتري كل شي بيخطر ببالك. راجديب، نحن ليش إجينا له؟ أنت بتحبي تصرفي المصاري، مشان هيك هلأ رح تروحي تجيبي لي 1%، بس 1% من المبلغ اللي ضيعتيه. روحي، بدي 500 روبية. بس كيف بدي جيب المصاري؟ مثل ما صرفتي روحي جيبي، وإلا ما رح تفهمي بمخك الغبي وما رح تستوعبي عملتك. بس تجيبي المصاري بإيدك رح تفهمي إنه كل روبية بجيبها بدها جهد وتعب. يا جديب، أنا ما بعرف شي بهذا المكان. مو مشكلتي حبيبتي، روحي اعملي أي شي، اشتغلي بياعة، نظفي، مسحي أرضيات، بس جيبي لي 500 روبية اليوم. مرتي الغالية، إذا ما جبتي 500 روبية معك لا ترجعي على البيت.
مين رح يشغلني هلا؟ يا ربي شو لازم أعمل؟ كونال حبيبي، أنا ما عم بفهم ليش مصر إنك تشتري لي هدية. قصدي أنا اللي لازم جيب لك هدية، أنت خليتني شوف نانديني اليوم، وهي أكبر هدية بالنسبة لإلي. طيب بسيطة، هلا أنت بتجيبي لي هدية كمان. ماشي، قل لي شو بدك؟ أنت لازم تفكري بهذا الموضوع، يعني يا أما بتروحي بتجيبي لي الشيء اللي بدي إياه، يا أما بتجيبي لي شيء هدية على ذوقك أنت، يعني ما بتفرق. طيب، ماشي. استني لحظة، بس في شغلة. ما رح نفتل بالسوق مع بعضنا، كل واحد بيتسوق لحاله مشان يكون في تشويق. يعني بهي الطريقة رح نتسلى كتير، شو رأيك؟ موافقة دكتور كونال مالهوترا. شو بدي أعمل؟ لو سمحت أخي، أنتوا محتاجين شي وحدة تشتغل عندكم؟ عفوا مدام، نحن ما منوظف حدا بهي الطريقة. بس فيك تحاكي المدير إذا بدك. مدام شو هالمزحة هاي؟ بترجاكي أنتي دبري لي شغل. لو سمحتي مدام روحي. لا ما في مدام، ترجاكي روحي. الو، ايه حبيبي انا خلصت. حبيبتي انا محتار كتير، ما عم لاقي شيء على ذوقي بالمره، لهيك معلش كمان تستنيني شوي. ماشي. تفضلي مدام، شو فيني ساعدك؟ في عنا كتير ألوان للساري، غامقة وفاتحة وكله رح يعجبك. بدي اشتري ساري لرفيقتي. لهيك فرجيني أحلى موديل عندك ويكون مميز. حاجة قليلي رخيص، ما في شي رخيص هالأيام. شوفي قماشته كتير عادية، فرجيني غيره. ماشي. مدام انتي كبيتي القهوة على الساري. انا؟ لا ما كبيت شي، عم بتبيعوا اواعي موسخة وبتجوا بتلوموا الزباين. بس انا شفتك بعيوني. انا مالي حكي معك، وينو مديرك؟ بس شوفي مدام، علموا موظفينك الاحترام، كيف بتسمح لحالة تحكي معي هيك بقلة أدب؟ مو ناقص غير تربيني. أستاذ هي كبت القهوة بإيدها على الساري. لا تكذبي، أنت اللي كبيتيها، منيح اللي ما احترقوا إيدي. بس يا مدام، هاي آخر مرة بيجي لعندكم، أنتوا بتتمادوا وبدكم نحن نشتري منكم؟ نعتذر مدام، هي موظفة جديدة، أنا بتصرف. ابقى علم موظفينك يحترمونا، مو ذنبي إذا هي جديدة. أنت مفصولة، الحق علي إني وظفتك عندي. شو صاير هونيك؟ هي شكلها الموظفة الجديدة بتكون مخبصت لها شي تخبيصة، ما تاكلي هم مدام. بتزعل. صدقني ما عملت شي، لو سمحت أعطيني فرصة تانية. وين الأمن؟ خلص رح أطلع. تفضلي مدام،
الأغلب هالساري رح يعجب رفيقتك. شوفي ماشته كتير ظريفة وألوانه حلوة. رح أخده. ليكي انت عم تدوري على شغل؟ في شركة عم تدور على موظفة جديدة، هنن لازمهم مندوبة مبيعات، بناسبك هذا الشغل؟ تعي معي لكان. كل أنينة عطر بتبيعيها إلك 300 روبية، يعني قد ما بتبيعي قد ما بتربحي، والدفع فوراً بس يخلص العرض وكاش. يلا بلشي فوراً، بتمنى لك التوفيق. مدام جربتي هذا العطر من قبل؟ يا ربي دخيلك ساعدني، ما إلي غيرك، هي آخر فرصة عندي، ما لازم أفشل فيها أبدا، أعطيني الصبر يا رب. لو سمحتي ممكن تساعديني بعد إذنك؟ بصراحة أنا حابب أشتري عطر لمرتي، وبصراحة أكتر ما عندي فكرة عن ذوقها بالعطورات ولا شو بتحب أصلاً، ممكن تنصحيني بنوع معين؟ لا لا أنا بدي غيرها، أنا عم دور على شيء مميز مثل مرتي تماماً، لازم يكون عطر كتير خاص. مولي صدقيني مو سايعتني الفرحة لأني اطمنت عليكي مع زوج بيحبك، كتير برتاح وقت شوف وحدة فينا على القليلة عايشة مبسوطة وسعيدة بزواجها. فيني جرب هذا النوع؟ عيد ميلاد خالتك مو هيك؟ شو رأيك بهي؟ حبيبتي الكل بيشتري ورد جوري، المخلوقة هلأ صار عمرها 70 سنة، ليش ما بناخد لها شي مميز ومو عادي؟ مثل شو بدنا ناخد لها؟ لقيتها، شوفي ليش ما بنستخدم الياسمين بشي قصة؟ ياسمين؟ خدي شمي، شو رأيك؟ شوفي قديش ريحته حلوة ورايقة. أنا برأيي إنه الشغلة بقيمتها المعنوية وبس. برأيي خد لها ياسمين. كيف؟ خد العطر بالياسمين، رح يكون أكتر خيار مناسب إلها. ياسمين؟ أنت متأكدة؟ وثاق فيني، أنا متأكدة. بالعادة الناس بياخدوا روايح تقيلة، بس الياسمين مميز كتير وريحته حلوة ورايقة كتير. خلص اقتنعت، مرتي كمان بتحب العطورات الرايقة، لهيك لو سمحتي عطيني تنتين من هذا العطر. 6000 روبية
معلش اقول لك شيء. الشغله بقيمتها المعنويه مو بالماديه، صدقني. عم تحكي مثل ما بتحكي مرتي كمان. عندها نفس التعبير، القيمه المعنويه. على كله كتير حلو، لفتيه بورق بياخد العقل. أكيد رح تنبسط مرتي بهالهدية، أنا محظوظ فيكي. لا أبداً، مرتك هي المحظوظة فيك. بتمنى تضلوا مبسوطين كل العمر. شكراً كتير لك، تفضلي المصاري. شو بعتي شي؟ إيه. ممتاز، برافو عليكي، تفضلي. هاي 600 روبية، ما قلت لك رح تاخدي فورا وكاش. شكرا كثير. لحظة شوي، أنت شاطرة كثير بهالشغلة، وين رايحة؟ أنا كنت بحاجة هدول وبس. بس شكرا. لحظة، استني. أستاذ ما قلت لي، ليش ناديت لي لنحكي برا؟ صراحة حبيت شغلك كثير، أنت بياعة كثير شاطرة. قديش عمرك؟ 25 سنة. مو معقول، فكرت عمرك 20. شو هالحكي؟ أنا عندي شركة كبيرة وإلى فروع كتير كمان وبكل دول العالم، لهيك شو رأيك إنه تاخدي رقمي؟ وأنا بوعدك بوظيفة إدارية بتلبق لوحدة حلوة مثلك، اتصلي فيني. شكراً، أكيد رح أتصل فيك. مولي؟ من وين طلعت لي هلا؟ إذا شافتني رح تصرعني وبدها تسألني وين أنا نديني وين أنا نديني وين أنا. فكر بشي راجدي على السريع، إذا شافتها مولي لنانديني بهالتياب رح تصير مشكلة كبيرة. مولي! هاي! هاي راجدي، شو عم تعمل هون؟ مرتي هون عم تشتري اغراض وانا ناطره طبعا مشان احمل اياهن. قديش حلوه هالصدفه. صدفه. اذا كان من الطبيعي يلتقوا النسوان بالمولات والاسواق، فوين الصدفه بالموضوع؟ وشكلك انت ونانديني نفس الطبع، يعني قصدي بما انكم رفقات، ما هيك؟ انا شغلتي احمل الاغراض وضل ماشي وراها من مكان لمكان. مو معقول شو بتحب التسوق هالمخلوقه، مره اساور مره ساري مره بتعمل شعر وشغلات تانية، الله العليم من وين بتجيبها. اكيد ما رح تخليها تحمل الاغراض لحالها 100%. هاي مولي. اهلين دكتور كونان. أهلين. طلعت مو بس انا اللي بشتغل حمال اغراض عند مرتي، وانت كمان. اهلين راشدي، بكيفك؟ على فكره مولي، هي اللي بنسميها صدفه، انه بيوم واحد شفنا بعض مرتين. أنا شايف إنه عقد الشغل اللي بيناتنا عم يعطينا إشارة يا دكتور. إيه يمكن. حبيبي خود، أنا رايحة على الحمام لبين ما تكون إجت نانديني. طيب حبيبتي، ما فيك تأجليها هلا؟ خلاص، ما رح طول حبيبي. إذا بتريدي. أنت منيحة؟ مسكينة، فاتت بسرعة، شكلها مريضة أو تعبانة كتير.
عنديني؟ شبك حبيبتي؟ قلي لي انت مريضة شي؟ صرتي احسن؟ طيب خلينا نروح. ايه دكتور، طمني كيف الشغل؟ بصراحة في تطورات وشغل جديد عندي مع دكتور، يعني من بكرة بدي بلش. حلو، ألف مبروك. شكرا. أعطيني عنوان العيادة لأفتح مخبر قدامه، يعني هيك منضمن أنه يجي شغل منيح. أنت بعت لي المرضى لعندي، وطبعا أنا ما رح أنساك. راجديب، بصراحة أنا ما كتير اقتنعت بفكرة هذا الشغل. ما عجبك العقد يعني؟ إذا بدك نغير فيه شي بند مو مشكلة، منحلها فورا، بس خبرني. مو هاي مشكلتي، أنا بدي أترك حرية الاختيار للمرضى وين ما بدهم يعملوا التحاليل تبعهم. إذا بيعرفوا مخبر بيعمل التحاليل بسعر أرخص، ليش لا أبعتهم لعند الغالي؟ وهالأيام العلاج صاير بيكلف كتير، والمرضى بيضلوا أكلين همه، وأنا ما بحب أضغط عليهم فوق كل هاد. أنا ما أدر هالشي، بس أي دكتور ممكن يعمل هالشي صح؟ مو الكل، في دكاترة مثلي أنا ومولي، واللي عندهم أخلاق ومبادئ، وأنا عندي قاعدة ماشي عليها، إنه نعالج المريض بأقل التكاليف الممكنة. مهنة الطب كانت بزمانها أشرف وأطهر مهنة على الإطلاق، وبظن إنه صار لازم ينحط حد بقى للتمييز بين الغني والفقير بالعلاج. الفقير يتعالج معالجة مثل الغني وأحسن كمان. بعدين شركات الأدوية لازم تنزل من أسعار الأدوية قد ما بتقدر. فكر لي حاله مرشح لمجلس النواب وعم يحكي عن برنامجه الانتخابي، هذا اللي كان ناقصني، وقتي ضيع أكتر. دكتور، أفكارك كتير حلوة، بس إذا ما كنت أنت، شف لي شي دكتور أعرض عليه الفكرة، أنا بستفيد وهو بيستفيد. ما عم تفهم علي راجدي؟ إذا أنا كنت ضد الفكرة من أساسها، كيف بدك يعني أعرضها على غيري؟ معقول أنت؟ أنا عن جد آسف، ما بقدر فيدك بهالقصة أبداً، بتمنى أنك تفهم موقفي. عادي هون على مهلك. شوفي نانديني، شبك؟ شو هو مرضك؟ قولي، كنتي عم تستفرغي بالبيت وحتى هون كمان. أنا بلشت أقلق عليك كتير على فكرة. احكي بقى نانديني، ما بعرف ليش حاسسني قلبي إنك عم تخبي عني شي. كل شي منيح مولي. كيف كل شي منيح؟ لكن شو هذا اللي عم يصير؟ إذا بدنا نفترض إنه تسمم، طيب قلي لي شو أكلة، لأنه إذا تسمم لازم أخذك على المشفى. شو عم تقولي؟ نانديني؟ ليش ما قلتي لي من قبل؟ لك أنا كيف ما توقعت هيك شي؟ ماني مصدقة، أنا رح صير خالة. رح صير خالة أخيرا. وانتي؟ انتي رح تصيري أم. لك شبك، ليش البكي هلا؟ تعرفي هاد احلى شعور، وانتي هذا اللي كان بدك اياه، بيت وزوج وبيبي، وهي رح يصير عندك بيبي. انا مبسوطه كثير. ايه صار اللي بدي اياه، انا كثير محظوظه. بس انا زعلانه منك كثير، يعني التقينا كذا مره وما جبتي لي سيره عن الموضوع. معقول؟ بس ما حدا غيرك بيعرف بالقصه، انتي اول حدا بخبره. عن جد انا اول حدا؟ نانديني. طيب ليكي، انتي رحتي لعند دكتور شي؟ طيب حتى لو رحتي نسيه هلا، انا من هاللحظه اجباري رح صير دكتورتك، يعني مو معقول تروحي لعند غيري، وخصوصي انه نحن بنفس المدينه. انا بظن انه القدر هيك بده، انه بده ياني اجتمع بهالروح الصغيره، هذا الطفل بده يجي على هالدنيا على ايدي انا. تعرفي شو؟ انا ولدت كثير نسوان لهلا، بس هالمره رح تكون غير الكل، وانا بوعدك بهالشي.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.